السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجمال الرباني، الجمال الرباني من سماء الرماني، الجمال الرباني من سماء الرماني بعد التساقطات الأخيرة الجمالية هنا تكتسي اللون الأخضر منطقة زعير. هنا نتحدث على المنطقة ديال الرماني. اللهم بارك، اللهم بارك، ما شاء الله، صور جميلة، صور رائعة هنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. صراحة أمور المزيانة كنشوفوها، ما شاء الله تبارك الرحمن. حتى كيقنط الإنسان، والإنسان خاصو ما يقنطش من رحمة الله. فكنشوفو الخضورية والجمالية، يعني فرمشة عين، إنه على كل شيء قدير. متتبعينا الكرام، الرماني مع الأمطار الأخيرة ما شاء الله، صور جميلة، صور حصرية فقط على قناتكم مع أخوكم أيوب. دائما الجديد من تمارا للرماني لزحيليقة، وانا غادي نقربكم بالجديد عاوتاني. الله يرحمنا، اكيد اكيد كاين الناس اللي الله حرتو تما. ان شاء الله كنصحكم بالزيارة، تشدوا الطريق لزعير، تشدوا غير الطريق لزعير، وانتم غادي توصلوا للرماني وديروا شي كيلو لا روب ديال الكفتان عام سيدي، وبصحتكم وراحتكم تكونوا عديتوا الطريق وجبتوها. القلب كاين شارح مع الخضورية تبارك الله ما شاء الله، مع الجمال الرباني، صراحة أمور جميلة نلاحظها هنا في الرماني. كما كتوضح الصورة، كما كتشوفوا المسجد ديال الرماني والساكنة الرماني من هنا، صورة جميلة هنا من سماء الرماني. هنا الرماني كما كتوضح الصورة، الله يسخر الأمور. نتلاقاو في فيديو جديد الإخوان باش نقربوكم من كل كبيرة وصغيرة إن شاء الله تعالى. أجواء رائعة، الله يرحمنا. إلى هنا متتبعينا الكرام، ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو ليا في راسكم. صراحة المشاهد جميلة جدا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الرحمن.